وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، مشادات بين أعضاء البرلمان أدت إلى خروج عبد المهدي من جلسة البرلمان التي كان من المنتظر أن يعلن فيها استكمال الحكومة، لماذا لم يتم التوافق بين الكتل مجددا؟ شكرا لك وشكرا على الاستضافة. حياك الله. الحقيقة قبل أكثر من 5 أشهر أو 4 أشهر مع بداية يعني التكليف لعبد المهدي، تحدثت من خلال شاشتكم الكريمة وقلت أنه لن يتم تأليف الحكومة بشكل سريع، لأن عادل عبد المهدي هو حصيلة تقاطع موازين قوة داخل البرلمان، ولن يكون ذو يد مطلقة وصاحب ولاية في وزارته الجديدة، وستكون حكومته أكثر ضعفا من حكومة عبد العبادي سابقا. اللي شاهد المشهد، ألو؟ نعم نعم معك. ألو؟ اللي تابع المشهد في البرلمان واضح أنه القوى النافذة في البرلمان هي التي تتحكم بمسارات التوليف في الكابينة الوزارية، وبالتالي لن نشهد تأليف حكومة أو استكمال تأليف الحكومة العراقية قريبا، وإن استكملت تحت يعني صيغة من صيغ التوافقات فستبقى حكومة قلقة عاجزة على أن تنتج شيئا جديدا. إذا بتلاحظ أنه الوضع في العراق هو شبيه في الوضع في لبنان، الحريري بعد انتخابات مر عليها أكثر من 6 أشهر أو ما يتجاوز 7-8 أشهر، نعم، للآن يعجز عن تشكيل حكومة لبنانية، والوضع في العراق كذلك. ومرد ذلك إلى أنه التجربتين متشابهتين من حيث المحافظة والطائفية ومن حيث النفوذ الإقليمي والدولي. طيب، الأنباء تحدثت عن عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم، ما الغرض من تعمد بعض النواب الغياب في هذه الجلسة تحديدا؟ واللي غاب اليوم 3 كتل وازنة، الكردستاني الاتحاد، وغاب الفتح، وسائرون، يعني هؤلاء بيشكلوا أكثر من ثلث البرلمان. نعم. وبالتالي يعني واضح أنه هناك لعبة شد حبل الآن، من سيفرض إرادته في هذا البرلمان ومن سيوزر أو يستوزر وزراءه. أنا أعتقد أنه إحنا أمام مشهد سيطول في تشكيل الحكومة في بغداد، وإن تشكلت كما ذكرت لك ستكون حكومة أكثر من هزيلة. طيب، إذا كان الغرض هو إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، فلمصلحة من إذن سقوط هذه الحكومة؟ وهي الحقيقة هو المسألة يعني البدايات الخاطئة ستؤدي إلى نتائج خاطئة. يعني هو النظام السياسي في العراق كله مركب تركيبة هشة وقائم على سلسلة من المصالح الثلة الفاسدة أو الكتلة الكبرى الفاسدة في البلد وكتلة التبعية، بمعنى لن نجد حكومة فاعلة قبل التوافق الأمريكي الإيراني. يعني قبل التوافق الأمريكي الإيراني لن تكون هناك حكومة فاعلة. أنت تذكر قبل فترة الإيرانيين كانوا يقولون سجلنا 3-0 في العراق على الأمريكي، تذكر هذا الحديث؟ نعم. هل سيوفق الأمريكي على 3-0 ولا راح يعدلها 2-1؟ يعني بمعنى أنه أيضا الأمريكي ما راح يسلم بسهولة في تشكيل حكومة تماما بالمحسوبة على إيران. طيب، هل تعتقد أن عملية يعني هل تعتقدون أن عملية تدوير الوجوه القديمة تجري بخطى ثابتة في ظل هذه الخطط، أم أن هنالك خطط أخرى لا نعلمها؟ هذا الكريم، المسألة ليست في الوجوه، انتبه علي، المسألة في النهج. يعني الآن أنت لو تستحضر خيرة وجوه العراق وتسلمها النظام السياسي وفق الآليات القائمة ستنتج ما أنتجت الوجوه السابقة. نحن أمام نهج وسياسات هي الأخطر، سياسات عندما لا يمتلك هذا العراق إرادته السياسية فلا تعول على أي شخص. يعني حتى لو تحضر اليوم الخلفاء الراشدين ولا العباسيين وتسلمهم بغداد راح ترجع أسوأ من العبادي ولا عبد المهدي. المسألة في مكونات النظام السياسي،
أساسيات النظام السياسي وليست في الأفراد. يعني لماذا نستهلك نفسنا في الإعلام الحديث عن عبد المهدي تارة وعن المالكي تارة وعن وزير الفلاني تارة؟ كل عملية استهلاك وقت أنا بتقديري بشوفها. كيف سنغير النهج ونفس الوجوه التي تنتهج النهج السابق موجودة على رأس هرم السلطة؟ يعني هذا حديث سيطول أستاذي الكريم. النهج يحتاج إلى إعادة ترتيب الإقليم وفق توازنات في مصلحة العراق، وهي مختلة اليوم ضد مصلحة العراق. التوازنات الإقليمية، الوضع العربي غائب والوضع العربي بالضبط من مصالح العراق، وأنت تدرك هذه الحقيقة. يعني اليوم الأعراب في المنطقة ودول العرب في المنطقة تحاول أن يعني تستفيد من العراق وتتكئ عليه، وهي من لعبة الدور الرئيسي أصلا في إضعافه، وأنت تدرك، وهي اليوم بلا حول ولا قوة، لا تستطيع أن تغير في موازين القوى في الإقليم بشكل فعال. نعم. موازين القوى بالإقليم هي لقوة إقليمية خارج الإقليم العربي، الإقليم العربي مغير. ما الحديث عن دور الشارع، اليوم أنت شايف الشارع العراقي وصل إلى مرحلة من الانسحاق يعني شبه الكامل، جوع وفقر وبطالة ومشاكل وقمع واضطهاد غير مسبوق. نعم. من عمان يعني الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين عليان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.